ازاي تقدر تفصل صوت المطرب عن الاغنية او صوت المزيكا عن الاغنية؟ تابعوا معايا. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ زمان لما كنت مغرم بموضوع النغمات وكان لازم بقى كل واحد يبقى حاطط نغمه جامده لموبايله، كان بيعجبني اغاني كتير قوي بس ببقى كنت عايز النغمه دي بصوت المطرب لوحده، يعني من غير موسيقى. دورت على طرق كتير اقدر افصل بيها صوت المطرب او الموسيقى عن الاغنيه، فلقيت طرق كتير وبرامج كتير، بس للاسف كل الطرق والبرامج دي طلعت فاشله، لغايه ما اقتنعت تماما ان الموضوع ده ما ينفعش خالص ومفيش طريقه تقدر تعمل بيها كده. ولانه لسه الموضوع في دماغي فانا لقيت طريقه حلوه جدا تقدر من خلالها انك تفصل صوت المطرب او الموسيقى عن الاغنيه من غير ما تستخدم اي برامج، وهو ده تحديدا اللي هنشوفه مع بعض النهارده. فكمل معايا الفيديو ده للاخر، وما تنساش لو عجبتك الطريقه تعمل لايك للفيديو عشان بيحمسنا جدا ان احنا نكمل، وشيره مع اصحابك على الواتس والفيس. وقبل ما نبدا، لو انت اول مره تنور القناه دي ما تنساش تشرفنا بالاشتراك وتفعل علامه الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات. وبس كده يا سيدي، مشاهده ممتعه، يلا بينا. بكل بساطه هتدخل على الرابط اللي موجود في وصف الفيديو او في اول تعليق، هيدخلك على الموقع بتاعي كالعاده. سيبك من كل الكلام اللي مكتوب ده وانزل لاخر المقاله دي، هتلاقي كلمه مكتوب عليها وعليكم رابط الموقع وتحتها لينك بالازرق، هتضغط على اللينك ده هيدخلك على الموقع ده. الموقع ده اسمه فوكال ريموفر، وهو موقع حلو جدا وسهل التعامل قوي، والاهم من ده كله انه موقع مجاني، لان اغلب المواقع اللي بتفصل صوت المطرب او الموسيقى عن الاغنيه بتبقى مواقع مدفوعه. وكمان الموقع فيه ميزه حلوه قوي انه بيدعم اللغه العربيه، يعني انت لو عاوز تتعامل على الموقع باللغه العربية هتضغط على الاختيار اللي موجود هنا، هيفتح معاك القائمه دي، لو ضغطت على كلمه اللغه العربيه دي هيتحول معاك الموقع كله باللغه العربيه. الموضوع سهل جدا. بص بقى يا سيدي، كل اللي انت هتعمله انك هتضغط على كلمه براوس ماي فايلز اللي موجوده هنا، هيفتح معاك الكمبيوتر بتاعك، هتضغط على الاغنيه اللي انت عايز تفصل منها صوت المطرب او صوت الموسيقى، وبعد كده هتضغط اوبن من هنا. بمجرد ما تضغط اوبن الاغنيه بتاعتك هتترفعها على الموقع او هيتعمل لها ابلودنج زي ما انت شايف بالشكل ده. وبعد كده الموقع هيبدأ يعمل عملية بروسيس أو معالجة للأغنية بتاعتك. هتظهر معاك بعد كده الواجهة دي، وهتلاقي الموقع مقسم لك الأغنية بتاعتك لجزئين، الجزء اللي فوق ده هو المزيكا بس، والجزء اللي تحت ده هو صوت المطرب بس. يعني ممكن نشغل مع بعض الأغنية كده. تمام. دلوقتي لو أنت عاوز صوت المطرب لوحده هتيجي عند كلمة ميوزك اللي موجودة هنا وتسحب المؤشر ده لتحت كده. تعالى بقى كده نسمع. تمام. طيب لو انت عاوز مثلا صوت المزيكا لوحدها من غير صوت المطرب هتيجي عند كلمة vocals اللي موجودة هنا وتسحب المؤشر ده لغاية تحت كده. تعالى بقى كده نسمع. هتلاقي الاغنية بتاعتك بتشتغل المزيكا بس من غير صوت المطرب. طيب لو انت عاوز بقى تسيف الاغنية بصوت المطرب بس، هتيجي عند كلمة ميوزك دي كده وتسحب المؤشر ده لغاية الاخر كده، وبعد كده هتضغط على كلمة سيف فوكالز اللي موجودة هنا، هتلاقي الاغنية بتاعتنا نزلت هنا بالشكل ده. ممكن نشغلها نشوفها مع بعض. الاغنيه شغاله معانا زي ما انتم شايفين من غير صوت الموسيقى خالص. طيب لو انت عايز تعمل العكس بقى، تسيف الاغنيه بصوت الموسيقى بس من غير صوت المطرب، هترجع المؤشر بتاع الميوزك ده لغايه الاول كده وتسحب المؤشر بتاع الفوكالز لغايه تحت خالص كده، وبعد كده هتضغط على كلمه سيف ميوزك اللي موجوده هنا. بمجرد ما تعمل كده هتلاقي الاغنيه بتاعتك نزلت هنا بالشكل ده. ممكن نشغلها نشوفها مع بعض. زي ما انتوا سمعتوا كده الاغنيه شغاله من غير صوت المطرب خالص، وهي دي الفكره بكل بساطه. بتمنى يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وممكن تدعمنا وتشترك في القناه من هنا، وهيظهر لك هنا فيديوهين اتفرج عليهم ان شاء الله يعجبوك، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.